السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، رؤية خصام الزوج، لما أشوف إن أنا متخصمة مع الزوج، الرؤية دي يعني تعتبر مهمة جدا للنساء. أولا، رؤية مخاصمة الزوج والتشاجر معه، هذه الرؤية تدل على مشاكل، أو ربما تدل على ضيقة مادية أو ضيق الحال بصفة عامة، وربما دي يعني هي مستبعدة شوية، لكن من الممكن أنها تحصل لبعض الأشخاص. تدل على زواج للزوج من امرأة أخرى، وهنا لازم المرأة تاخد بالها من الموضوع ده. طبعا أنا لا أعممها، ولكن قد ترد رؤية الزوجة أنها تتشاجر مع زوجها وتضربه، ولكن وهي بتضربه كانت سعيدة. هذه الرؤية تدل على نجاحها في الحياة وتفوق زوجها في عمله، هي رؤية محمودة جدا جدا جدا. رؤية الزوج يتزوج عليك، المرأة شافت ان الزوج بيتجوز عليها. طبعا يعني سبحان الله العظيم، الرؤية دي بتصيب النساء بالفزع، فانا بقول لك هذه الرؤية من الشيطان، عفوا ليست رؤية، هذا الحلم من الشيطان، لان الرؤية من الله والحلم من الشيطان. هذا الحلم من الشيطان، جاءك لكي يفسد عليك حالك، جاءك لكي يفسد عليك حالك. وبالمناسبة هذه الرؤية فسرتها كثيرا، وكان تفسيرها أن الزوج يحب الزوجة جدا، وطبعا ده كان من خلال سياق الحلم مش بصفة عامة كده. يعني في بعض الأشخاص لما كانوا برغم أن هي، أنت ممكن تقول لي حلم من الشيطان وترجع تقول لي أيوة، وهو الشيطان جالك علشان يفسد حياتك ليه؟ ما هو زوجك لو وحش الشيطان مش هيجي يفسد حياتك، الشيطان جايلك علشان يفسد حياتك لان انت بالفعل بتحب زوجك وزوجك بيحبك. فهنا الشيطان جاي علشان يفرق ما بينكم. لما يحب الشيطان يفرق ما بينكم، اذا انتوا كويسين مع بعض. فعشان بعض الناس ما تقولش انت بتقول ان هي حلم من الشيطان والشيطان جاي لي، وفي نفس الوقت بتفسرها، طب ازاي؟ لا، ده دي معناها، كون ان الشيطان بيجي لي علشان يفسد علي حالي بيني وبين زوجي، اذا العلاقه اساسا علاقه طيبه ومحموده. رؤية الزوج مريض، هذه الرؤية تدل على الفقر وتدل على الضيقة المادية ومع شديد الأسف. طب رؤية موت الزوج في المنام تدل على الفراغ العاطفي للمرأة، وكأن الزوج يهملها في حياته ومع شديد الأسف. رؤية مخاصمة الزوج أحيانا المرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على القلق والتوتر التي تعيش فيه المرأة المتزوجة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.